إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين النائين عن الأهل والأوطان. السلام عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. السلام على صاحب الدمعة الغزيرة والمناجاة الكثيرة. السلام على المعذبين في قعر السجون. السلام عليك يا مولاي يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر. وما لعيني لا تبكي وقد نظرت باب الحوائج موسى. فخر عدناني لهفي عليه سجينا طول مدته. ما زال ينقل من سجن إلى ثاني أهفي له وهو في قعر السجون يدا وليس يدنوه من شيب وشبان. لمن على الجسر نعش لا تشيعه من الورى غير سجى غير حراس وسجاني. الغل في يده والقيد في رجله وللعبات شان أعظم الشان. بساك يذاح الباب من نوم اللحد. قوم موسى بن جعفر في أرض بغداد مسموم. يا علي فوق الجسر والناس حول يا علي تحوم. يكسر الخاطر لا تشوفه ويهمل العين. يكسر الخاطر يا علي يكسر الخاطر ويخلي دمع العين فوق الخد ما طول.
آه يا باب الحوائج يا هي مصيبة تنفطر من هالمراير، مصيبة المسموم لا مطلب ولا دين. قوموا يا فرساني الحمية من المدينة، شوفوا ولدكم مات ما حد غمض عينه، فوق الجسر مرمي ولا انتو حاضرينه. قوموا لأخذ الثار يا طلبة الدين، لكن الأمر لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحديث عن مولانا موسى بن جعفر سلام الله عليه هو حديث عن خاصية اختص بها دون سائر الأئمة. صحيح كل الأئمة عليهم السلام عاشوا حالة التضييق عليهم في حركتهم والاضطهاد والمحاربة، لكن الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه عاش حالة من التضييق عليه في حركة بشكل لا يوصف واقعا، ويفوق المعتاد ويفوق الحالة العادية، بحيث كان ينقل من سجن إلى سجن، يضطهد، تقام عليه الإقامة، تفرض عليه الإقامة الجبرية، يجرجر الإمام، يشخص به أكثر من مرة من وطن جده صلى الله عليه وسلم. زين، هذه الخاصية طبعا عائدة إلى المرحلة التي عاشها الإمام. الإمام طبعا 55 سنة مقسم حياته على مرحلتين. المرحلة الأولى 20 سنة هي قبل مدة إمامته، ثم 35 سنة عاشها الإمام سلام الله عليه فترة إمامته، إن عمر الإمام 55 سنة، ولد 128 واستشهد 183. هذه 35 سنة التي عاشها الإمام سلام الله عليه عاصر خلالها 4 من حكام بني العباس، وكل حاكم يحمل من السوء والإجحاف والظلم ما يفوق من سبقه. يعني أول الخلفاء العباسيين الذين عاصرهم الإمام، وهو الخليفة الثاني العباسي طبعا، لأن الأول أبو العباس السباح. أول الخلفاء العباسيين الذين عاصرهم الإمام سلام الله عليه المنصور الدوانيقي، 10 سنوات عاش الإمام مع هذا الخليفة العباسي، هذا الخليفة الذي عرف بظلمه وبخله، يعني الصفات السيئة زي هو أبو جعفر المنصور العباسي، وإنما لقب بالدوانيقي ليش؟ لبخله، حتى على الدانق إذا سقط منه دانق يحرص على أن يكون إلى ياخذه يسترجع، ولذلك لقب بالدوانيقي. لما ترجع إلى تاريخ هذا الحاكم الظالم المنصور الدوانيقي الذي عاصره الإمام 10 سنوات، ماذا لاحظ الإمام؟ ماذا عايش الإمام؟ عايش رجل ليس في قلبه رحمة تجاه معارضيه بصورة عامة وتجاه العلويين بصورة خاصة. يعني لما أذكر لك نموذج من نماذج هذا الظلم الذي مارسه هذا الرجل، واقعا يقشعر له البدن. هذا يجيب أولاد الحسن، العلويين من أولاد الحسن سلام الله عليه، يأمر بتوثيقهم في رقابهم وفي أيديهم بالحديد، ثم يوضعون في طامورة تحت الأرض، حتى إذا احتاج أحدهم لقضاء حاجته لا يستطيع الحراك، يقضيها وهو في محله، حتى
حتى تسممت أبدانهم وارتفع التسمم إلى قلوبهم فماتوا مسمومين. تصور يعني محمد بن إبراهيم، إذا سامع بمحمد بن إبراهيم من أحفاد الإمام الحسن سلام الله عليه، هذا الملقب بالديباج الأصفر لحسنه وجماله، والديباج يعني الحرير، جاء به إلى المنصور قال له: أأنت الديباج الأصفر؟ قال: بلى. قال: نعم. قال: لأقتلنك شر قتلة. وتعال شوف القتلة التي قتل بها هذا العلوي، دون جرم، دون جنحة، دون ذنب، سوى أنه ينتمي لمدرسة علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أمر بأن تبنى عليه الإسطوانة وهو حي، هذا المنصور الدوانيقي. وهلك المنصور عقب 10 سنوات، جاء من بعده المهدي العباسي. المهدي العباسي حكم من سنة 158 إلى 169. هذا لما شاف تذمر الأمة من إجحاف حكم أبيه وما عانته الأمة من أبيه المنصور من ظلم واضطهاد وتفقير وتجويع، حاول شوي يخفف من وطأة هذا الثقل على الأمة، فأفرج عن سجناء الطالبيين، وأعاد للإمام الكاظم ما صدر من حق أيام الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام اعتبر هذه فترة هدنة، فتوجه ناحية العلم، أخذ يعلم ويثقف ويناظر ويصحح الأحاديث المختلقة والموضوعة، حتى اجتمع الناس عليه وجبلت القلوب على حب من أحسن إليها. وهذا الإحسان مو بس لما تعطي فلان من الناس دينار، لا، ساعة الكلمة الطيبة صدقة، رب كلمة أحيت سامعها إلى يوم القيامة. فلما رأوا ما يروي ظمأهم وعطشهم، أخذ العلماء يأخذون الألواح ويكتبون فيها ما يسمعونه على الإمام، فتوجس المهدي العباسي خيفة، خاف حتى من هذا العلم، فأمر بأن يشخص بالإمام من مدينة جده صلى الله عليه وآله، وجيء به إلى بغداد ووضع في الحبس. يعني الإمام الكاظم ما حبس فقط أيام الرشيد، وضع في الحبس ثم أطلق سراحة، هذا أيضا كم؟ 10 سنوات. فإذا 10 مع المنصور و10 مع المهدي، ثم جاء من بعده الهادي العباسي. الهادي هذا حكم فقط سنة، لكن هذه السنة تعادل في ظلمها وفي ما فعله من جرائم تفوق عقود من السنة. انت سامع بمعركة فخ، وقعة فخ، وقعة فخ هذه قام بها رجل ثائر علوي من سلالة من أحفاد الإمام الحسن، اسم الحسين ابن علي ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب. لما رأى الظلم والضيم والتضييق والمحاربة، دعا الناس لثورة، فاجتمعوا والتقوا بجيش العباسيين في وين؟ في منطقة فخ. فخ هذه بين مكة والمدينة. فقتل من قتل منهم، وأسر من أسر، أخذوا جثث القتلى الشهداء ومثلوا بهم، من بينهم الثائر العلوي الحسين ابن علي، هذا استخرجت جثته، نبش قبره وصلب حتى عشعشت الفاخت على رأسه فترة من الزمن وهو مصلوب، باقي الأجساد مثل بهم. الأسرى عادة الأسير إلى حق، هذا أسير استسلم، أخذ الأسرى قتلوا، توجهوا حتى يتشفون. وهذا الحقد التكفيري، هذا الحقد القديم، ما اكتفوا بأن قتلوا الأسرى ومثلوا بالشهداء، جاءوا إلى بيوتات إلى أهل هؤلاء الشهداء، هدموا الدور، صادروا الأموال، وحرقوا الزرع والنخيل. هذا فخ بالمناسبة بشر بها النبي، يقال
فاجعتان حدث عنهما النبي صلى الله عليه وآله وهما إلى حد ما متشابهتان، فاجعة الطف وفاجعة فخ. فاجعة الطف كما حدث بها النبي صلى الله عليه وآله وخرج بتربة بشيء من تربة كربلاء وأراها إلى أصحابه، أيضا لما وصل فخ النبي صلى الله عليه وآله، صلى ركعتين، في الركعة الثانية بكى، فبكى أصحابه لبكائه: ما يبكيكم؟ قالوا: بكينا لبكائك. قال: هذا جبرائيل قد نزل علي يخبرني بأن رجلا من أولادي يقتل في هذه الأرض، وأجر الشهيد معه كأجر شهيدين. الإمام الصادق سلام الله عليه نزل في هذه الأرض، صلى فيها، وقال: يقتل فيها رجل من أهل بيتي مع عصابة تسبق أرواحهم أجسادهم إلى الجنة. الإمام الجواد سلام الله عليه: ما فجعنا بعد واقعة الطف بأعظم من فخ. وترى تشابه في المصيبة والأسماء، الثائر الحسين بن علي وفي كربلاء الحسين بن علي. من وقف إلى جانب الحسين بن علي أخته زينب، وأيضا أم هذا الثائر الحسين بن علي اسمها زينب من سلالة أهل البيت، هذه أمام عينها قتل للهادي العباسي أبوها، وقتل زوجها، وقتل أعمامها، وقتل أولادها أولادهم، حتى ماتت كمدا وحزنا وغصة بعد غصة. وانتهت فترة الهادي العباسي، فجاء من بعده من؟ الرشيد. هارون الرشيد حكم 23 سنة، عاصره الإمام 15 سنة. أنا أختصر جرائم الرشيد في جريمتين أو في محورين وبإيجاز. المحور الأول، عرف الرشيد بسلطته الظالمة التي تجاوز فيها كل الحدود. يعني ظلم الرشيد، ولأنه أيام الرشيد اتسعت رقعة الدولة العباسية، فلما يطلع طالع الغمام كان يخاطبها طغيانا واستكبارا: أينما تمطرين وخرجك. عرف بسلطته الظالمة التي تجاوزت كل الحدود، مو بس مع الإمام، حتى مع من يختلف معه من مريديه. يعني أذكر لك قصة واحدة، أنت سامع بجعفر ابن الفضل ابن يحيى البرمكي، هذا ساعده الأيمن، هذا ساعد هارون الرشيد الأيمن لا يستغني عنه، كان يحب حب جم، يستشيره يأنس برأيه، قال لي: أنا أريد أزوجك أختي، عندي أخت وهذه أأنس بلقياها، فحتى أشوفك وأشوفها أزوجك من أختي، لكن هذا الزواج زواج صوري، يعني لا تدخل بها ولا تطوف بها. زين، هذا خب يبقى زواج، وزواج شرعي. عرف بأنه قد طاف بها، إيش سوى؟ أخفى الأمر. كان وياه في الحج، رجعوا من الحج، لما مروا قريب من جسر بغداد أمر بأن يحتز رأسه، احتز رأسه وشطر جسمه إلى شطرين، خلى رأسه على جسر بغداد، والشطر الأيمن يمينا والشطر الأيسر يسارا، مصاحب السلطان كراكب الأسد. اللي يشوف يقول: ما شاء الله راكب على أسد، وهو لا خايف يطيح منه أو منه وينهش الأسد، هذا صاحب السلطان لا يؤمن جانبه أبدا. زين، هذا باختصار أول محاور الحياة البائسة، حياة الشقاء التي تتمثل في هارون الرشيد. هذا أول محور معروف بتسلطه بسلطته الظالمة، إلى جانب ظلم هارون. هارون مو بس كان ظالم وبس، لا، هارون كان معروفا بالابتذال، باللهو، بالمجون، يعني محب للمال ومحب للشهوة الحرام، يحب اللهو والعبث. يعني تتصور، أنا ما راح أذكر لا مصدر من الكليني ولا التهذيب ولا الاستبصار
ولا من لا يحضره الفقيه. هذا عندك كتاب تاريخ الخطباء إلى جلال الدين السيوطي من أهل العامة، يقول دخل يوم الرشيد على جارية له في القصر فأعجب بها، شغفته حبا فأراد أن ينال منها. قالت له يا أمير أنا لا أصلح لك، فإن أباك قد طاف بي، ما صرت تزوجني. زين هاي شو يسوي؟ هذا بيقضي شهوته، مو هؤلاء هذا اللي يعيشونه. فإجى إلى من؟ إجى إلى البطانة السوداء، إلى قاضي القضاة، هذين الذين يقبحون ما هو حسن ويحسنون ما هو قبيح. المهم أنه يعيش. تسامع أيام الإمام السجاد هذا العالم الزهري، إلا كل بين فترة أخرى وطأ برجليه بلاط السلطان. الإمام قال لقد جعلوك قطبا يديرون بك رحى مظالمهم. خلوا قطب من بيسوون جريمة علوها باسمك، فما أقلش أعطوك دنانير، حفن الدنانير، فما أقل ما أعطوك وما أكثر ما أخذوا منك، أخذوا منك الدين والشرف. هذا أبو يوسف قاضي القضاة إجى إلى الرشيد، جاء إلى أبو يوسف قاضي القضاة قال له هذه فلانة جارية تقول كذا كذا. قال له وكلما قالت جارية بكلام أخذت بكلامها، إنها غير مأمونة. قال له شو أسوي؟ قال له اهتك عرض أبيك واقضي شهوتك وصيره في رقبتي. هذا اللي خاسر الدنيا والآخرة. ولذلك ابن المبارك يقول ما أدري ممن أعجب من خليفة المسلمين الذي وضع يده على دماء المسلمين وأموالهم، أم من هذه الأمة التي رغبت عن الأمير، أم من هذا الذي هو فقيه الأرض وقاضيها. يقول لا أقضي شهوة أبيك وصيره في رقبتك، ما يهمك لا تأخذ بكلامه. هذا له إلى جانب الله. هذا هارون الرشيد يموت وقد خلف 100,000 دينار. 100,000 دينار لمن هو يعني؟ حتى توزع على الأمة؟ لا، خلفها عنده. 100,000 دينار يعني ميزانية الدولة. شلون ميزانية الدولة؟ يعني 100 مليون. الدرهم آنذاك يساوي غرامين فضة. انت اضرب 100,000 دينار في غرامين فضة، كم تسوى وكم تساوي؟ فهذا يموت وقد خلف هذا الكم من المبالغ النقدية. هذا عدا الجواهر وعدا الورق وعدا الأثاث التي تقدر 100,000 و25,000. والأمة تبات على الأرض وتفترش السماء وتطبخ الماء جوعا. زين الإمام عاصر هذه الفترة من المحنة، من التضييق، من الظلم، من التسلط. زين ايش موقف الإمام؟ ماذا كان موقف الإمام مع هذا الظلم والتسلط؟ هل الإمام انكفأ وانزوى وانعزل وآثر السلامة والراحة وخلد إليها وصبر صبر المتراجعين؟ لا أبدا. موقف الإمام من السلطة الظالمة كان واضحا. باختصار، أول موقف للإمام تجاه السلطة الظالمة المتمثلة أيام الرشيد، كان الإمام يعيش موقف الجرأة والصراحة. عندما يشوف خطأ من الرشيد يقول له هذا خطأ، ما كان يسكت. وإذا دخل عليه يوم الإمام على الرشيد قال لي ابن رسول الله حدد لي فدك، أنا أريد أرجع عليكم فدك، شاعر بالإثم بالذن، فحددها إلي فدك من وين إلى وين حتى أرجع حيلك. قال لئن حددتها فلن تردها. هو محسب فدك قطعة، موقع جغرافي ما يتعدى هالقد مسافة، وبينه وبين المدينة هالقد مسافة. لا، فدك بالنسبة له البيت الشر، الحكم الشرعي والحق والولاية الشرعية التي هي حق لهم. قال له حدد لي فدك. قال له خير، أما الحد الأول فعدن، اليمن. قال له ابن رسول الله شو وداك إلى اليمن؟ هي بالمدينة.
فتغير وجهه وجه الرشيد. قال له وأما الحد الثاني فسمرقند. وين سمرقند؟ هذه مدينة من مدن أوزباكستان في آسيا الوسطى. فاربد وجهه يعني احمر. قال له أما الحد الثالث فأفريقيا فسود وجهه. قال له وأما الحد الرابع فسيف البحر مما يلي الخزر وأرمينيا. هذه كلها فدك. قال له لم يبقى لنا شيء. ما خلت لنا شيء. قال له أخبرتك إن حددتها فلن تردها. قال له إحنا عدنا فدك. الزهراء لما طالبت بفدك ما طالبت بقطعة أرض. الزهراء طالبت بفدك حتى تكون فدك جسر تعبره للمطالبة بالخلافة الشرعية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذا فدك. وإلا شو تسوي الزهراء بفدك؟ وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مضانها إلى جدث إلى قبر. ما لآل محمد والدنيا وقد خلقوا للآخرة. هذا يقولون سبب جعل هارون يقدم على قتل الإمام الكاظم. قال هذا ينافسني في الحكم. قلت لك إن حددتها فلن تردها. هذا كان موقف للإمام. إذن موقف الجرأة والصراحة إلى جانب موقف آخر يسمى موقف الصلابة. صلابة الموقف يعني عندما يشعر الإمام بأن هارون يحاول أن يظهر عنفوانه وخيلاء وزهوة وكبرياء قدام الناس الإمام يقطع عليه الطريق. وقف يوم الرشيد على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ونادى بأعلى صوته حتى يسمع الناس السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابن العم. يعني أراد يقول أن خلافتنا هذه بسبب قرابتنا من رسول الله. التفت للإمام ووقف على قبر جده صلى الله عليه وآله قال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبتاه. إذا أنت تقول ابن العم أنا أقول يا أبتاه. وإذا تعتقد أن الخلافة جاية بالقرابة لا، نحن لا نرى بأن الخلافة قد جاءت بقرابتنا من رسول الله وإنما هو نص إلهي. أراد المأمون أن الرشيد أن يخلص من هذا الحرج. قال كيف تنسبون أنفسكم إلى رسول الله؟ إنما ينسب المرء إلى أمه وأبيه. أنت أمك فاطمة وأبوك علي، شلون تقول يا أبتا يا رسول الله؟ يلا لو أن الرسول نشر. الإمام سلام الله عليه التفت إليه قال تريد تعرف الجواب؟ قال بلى. قال لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله نشر يعني بعث إلى الحياة مرة أخرى وطلب منك كريمتك، طلب بيد بنتك تزوجه. قال بلى والأفخر على العربي والعجم وقريش. قال لأما أنا فلا يطلب ولا أزوجه. قال ليش؟ قال لأنه ولدني وأنا ولده. هل يدخل عليك رسول الله على أهلك وهم مكشفات؟ قال لا. قال أنا يدخل على أهلي وهم مكشفات لأنه أبي. فكانت صلابة في الموقف، جرأة في الخطابة، ثقة في الرد، ومو بس مع الإمام حتى مع أصحابه. رباهم على ثقافة المقاطعة السلبية للحكم الجائر. لم يرضى لأصحابه بأن يداهنوا الحكم الجائر أو ينافقوه أو يسكتوا عليه. نعم في حالات مثل عبد علي بن يقطين، هذا وزير وجوده يحفظ حقوق هؤلاء المستضعفين. قال له ابقى فإن لنا بك أنس ولإخوانك بك عز. يا علي اضمن لي واحدة أضمن لك ثلاث. اضمن لي ألا تلقى أحدا من موالينا إلا قضيت حاجة وأكرمت. فقد تقضي حاجة موالينا في هذا القصر في المكان عند الحكومة. أضمن لك ثلاث. أضمن لك أن لا يظلك سقف سجن أبدا ولا ينالك حد سيف أبدا ولا يدخل الفقر بيتك أبدا. هي ثقافة الإمام مع أصحابه تجاه الفكر الظالم والحكم الظالم. لم يداهن ولم يسكت. ولذلك هذا اللي أوغر صدر الرشيد.
هل لجعل الرشيد يعيش غيظا وكمدا وحنقا على الإمام سلام الله عليه؟ ولذلك ترى لما تسمع بسجن الإمام، الإمام ما تعرض فقط إلى السجن، لا، الإمام تعرض إلى إهانة في محل لا يسمح بها بالإهانة. مع هذا صبر، ما تسمع الكاظم كاظم الغيظ، ما تسمع الصابر. أنت تصور عند قبر جده يصلي، فيأتي الرشيد يقطع على الإمام صلاته ويشتمه عند قبر رسول الله، يقول له يا رسول الله إن موسى بن جعفر قد شق عصا الأمة، يريد يسفك دماء الأمة، ولذلك أنا مضطر أقطع صلاته وأحبسه. وبالفعل أخذ الإمام من مدينة جده صلى الله عليه وآله إلى وين؟ أربعة سجون الإمام، قيل أربع سنوات، وقيل سبع، وقيل عشر، وقيل 14 سنة. له في عليه سجينا طول مدته، ما زال ينقل من سجن إلى ثاني. أول سجن في البصرة سجن عيسى بن جعفر، سنة كاملة لا يرى، لا يفتح له الباب إلا مرتين في العيد وعند الطهور. يطلعون من سجن عيسى بن جعفر إلى سجن الفضل بن الربيع، ينتحل جسد الإمام حتى إذا سجد صار كالثوب الملقط. يؤخذ إلى سجن الفضل بن يحيى، هذا شوي يقولون وسع عليه، فاستشاط الرشيد غضب، أمر بمئة صوت يضرب بها الفضل، وأخذ الإمام من سجن الفضل ابن يحيى إلى سجن السند ابن شاهك، وما أدراك ما ذلك السجن. يعني لو أذكر لك موقف للإمام في هذا السجن، مو بس طامورة تحت الأرض، لا، السجان يقول أدخل بالطعام، أريد أعرف وين الإمام، سجن لا يعرف فيه الليل من الظلام من النهار، يقول أنبا أعرف بس وين موقع الإمام حتى آخذ إلى الطعام، شلون تعرفه؟ قال أعرف الإمام إذا حرك إيده سمع صوت الأغلال في يده. ولك أن تتصور إمام 55 سنة بشيبته في السجن، القيود في يده وفي رجله، ومع هذا يدس السم إليه، فيبقى وين؟ أرجوك تصور الإمام وحده يعالج حرارة السم، لا أحد يطببه، لا أحد يعالجه، لا أحد يداويه، لا أحد يأخذ برأسه ويضعه في حجرة، فقط لوحده، كلما أحس بحرارة ألم السم وضع إيده على كبده ونادى وأجده. ومع هذا يؤخذ الإمام بعد أن فارق الدنيا، يخلون على وين؟ يخلون فوق صفيحة على حماميل أربعة مقيدة بالسلاسل، ويؤخذ على جسر بغداد، يخلون ثلاثة أيام الإمام، والشيعة ينتظرون متى يجي الإمام، عندهم موعد وياه، لابسين جديد الثياب، مطيبين، متعطرين، كل واحد يقول الآن راح يطلع إمامنا، الآن راح نشوفه، الآن راح نسأل مولانا. وإذا بهم يرون جنازة ممددة، من هذه الجنازة؟ كشف عنها وإذا بها مولانا باب الحوائج. وقفوا الشيعة على جنازة الإمام، وأرجوك خلك وياهم لأنهم مستغربين من دهشين، يبون يعرفون شنو سبب موت الإمام، شنو سبب موتك يا ليم عذاب بالسجود. تصور نفسك ويا الإمام ويا الشيعة واقفين وتسألون، طالع وجه الإمام، شنو سبب موتك يا ليم عذاب بالسجون، مسموم لو فوق الكبد والقلب مطعون.
لوها الحديد اللي على صدرك والمتون سبت وفاتك والمنية جاتك اليوم. أنا أريد أنعي وانت تنتقل بروحك إلى باب الحوائج، أرجوك إلزم شباك الإمام، ضع جبهتك على شباك الإمام، قل لسيدي أجبني، لا تسكت يا سيدي. أثر عليك القيد هل في أياديك، لو هالحديد اللي على رجولك ماديك، لو قرحت جبدك من معاشر أعاديك، طوح الونه وقال انا يا شيعي مسموم، مسموم من جبدي ثلاث ارباع طاحت، والعمر قوض وطلعت روحي وراحت، بس سمعت الشيعة بلي شعور صاحت، اسم الله على جبدك والدمع بالخد مسجوم. في مصيبة إلى الإمام، ترى تشبه مصيبة جد الحسين، خلوه ثلاثة أيام الإمام، ما حد ثلاثة أيام ظل غيرك رمية، إلا الغريب اللي انذبح بالغاضر، والله لهل الدمع وانصب لك عزية، وابكي على مصابك حبيبي طول السنين. رفعت جنازة الإمام، الشيعة خلف الجنازة يكبرون يهللون يلطمون الصدور، ما حالا مشيت الشيعة من خلفنا عش الإمام، كاشفين الرؤوس جملة من الشارع السود الأعلى، والزلم تلطم صدرها، والنساء تلطم صدرها، والزلم تلطم لها، على غريب بالسجن ميت ولا أحد غمض. لكن كأن هالموقف استثار أبو يوسف رحمة الله عليك يا مولى عطية، لكن عن غريب الغابر وين راحت شيعت، ليت حضروا قبل ما تدوس العوادي جثته، وعاينا وزينب تنقي من يشيل جنازة. رفعت جنازة الإمام، أخذ إلى ملحودته، وضع في قبره، وقف الناس يسلمون على مولانا الرضا، يعزونه يبكون معه، عاد عاد للمعزى، أويلي داروا بالنعش يبكوا حواليه، ومن دفنه ردوا للعز عليه، بس حسين ما واحد وصل، اي والله بس حسين ما واحد وصل. تركوه إلى زينب، نظرت إليه زينب، ثم رفعت بصرها ناحية المدينة، اتقلها يما ما بقى وظلت محتارة، اي والله يما ما بقى وظلت محتارة،
والمحتار يقصد صاحب الشارع، قصدت المرتضى وعيون تجارة. يا الله إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، إلهي بحق باب الحوائج موسى بن جعفر، تقبل عزائنا، اشف مرضانا، استر عيوبنا، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا سقما إلا شفيته.